بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند دعوة الأمم المتحدة، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى إجراء محادثات في جنيف في شهر ديسمبر كانون الأول المقبل بشأن الصراع الدائري حول الصحراء الغربية. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو، الدكتور يوسف شهاب أستاذ العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس 13 والمستشار السابق للأمم المتحدة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا للتنمية. أهلا بك ومرحبا سيد يوسف شهاب، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. مساء الخير حكيم، مساء الخير إلى السادة ومن يشاهد قناة فرانس 24. مرحبا بك، مرحبا وأنت بضيفي في الأستوديو، كل الترحيب أيضا بسيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. سيد أبي بشراي البشير أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك أيضا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكما. وسؤالي، ما تعليقكما على هذه الدعوة، دعوة هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو لعقد اجتماع في جنيف لبحث ملف الصحراء الغربية؟ ابدأ معك أولا سيد يوسف شهاب أستاذ علوم جيوسياسية والتنمية الدولي، أهلا من جديد. أهلا وأهلا بالضيف الكريم. أولا هذا خبر له دلالة واسعة وله ربما انعكاسات طيبة، لأنه على الأقل أخرج هذه المنطقة من التجميد والتتليج الذي عرفته منذ مفاوضات منهاست. الشيء الثاني الذي جاء به هذا القرار هو أنه أقحم بشكل واضح الجزائر وموريتانيا للمساهمة في هذه المفاوضات، رغم أن قلب المفاوضات أيضا يقولها السيد كولر تبقى بين المغرب وجبهة البوليساريو. النقطة الثالثة وهي التحرك الدبلوماسي للسيد وزير خارجية موريتانيا الذي زار المغرب في ظرفية مهمة جدا، وهذه إشارة أيضا للخروج من هذا التجميد، وسنأتي على ذلك أيضا لاحقا. سيد أبي بشراي البشير، جبهة البوليساريو كانت سباقة للترحيب بهذه الدعوة، دعوة هورست كولر، ما تعليقك على هذه الدعوة؟ بطبيعة الحال يعني نحن نرحب بالدعوة التي قدمها المبعوث الشخصي الأمين العام للطرفين وللبلدين الملاحظين لجولة المباحثات القادمة في جنيف، وعلى كل الرد النهائي والقرار النهائي ستتخذه القيادة الصحراوية في الوقت المناسب، وسيكون قبل انقضاء العشرية الثانية من شهر أكتوبر الجاري. ونحن نرى بأن هذه الدعوة بطبيعة الحال تأتي ضمن يعني سياق الديناميكية الجديدة التي أطلقت يعني ضمن يعني في إطار المساعي الدولية خلال المدة الأخيرة، والتي في تقديري تتأسس على نقطتين جوهريتين. الأولى يعني ويؤطرها بطبيعة الحال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. النقطة الأولى هو يعني الرسالة الواضحة التي بعث بها مجلس الأمن الدولي بضرورة حصول تقدم سريع في الوصول إلى حل سياسي من خلال عدم تجديد يعني فقط لمدة ستة أشهر بدل من سنة، ولكن الأهم هو تحديد خارطة الطريق أمام المبعوث الشخصي الأمين العام، والتي تتضمن دعوة الطرفين بشكل واضح تحديدهما المغرب وجبهة البوليساريو في الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، مما يسقط أوتوماتيكيا مقترح الحكم الذاتي، وأن هذه الديناميكية يجب أن تؤدي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. بطبيعة الحال دعوة البلدين المجاورين من أجل تسهيل هذا الأمر، من أجل تسهيل لاحقا على دعوة البلدين. إذن الأمر سيد يوسف شهاب لا يتعلق باجتماع مفاوضات، قالت هكذا المصادر الرسمية، بل طاولة نقاش وفق صيغة 2+2، المغرب من جهة وجبهة البوليساريو والجزائر من جهة وموريتانيا. ما تعليقك على هذا الأمر، وهل يخلق فعلا ديناميكية كما يشير إلى ذلك ضيفي؟ أعتقد أنه إذا كانت الإرادة السياسية فعلا عند المغرب وعند جبهة البوليساريو وعند الجزائر، فالاجتماع كان 2+2 أو 3+1، سمعنا كل هذه التدوينات، هذا في حد ذاته ليس هو المهم. المهم هو ما هو محتوى هذه المفاوضات، ما هي أجندة هذه المفاوضات، هل تدخل فقط لأن السيد هورست كولر له يعني هاجز الزمن أن المدة المينورسو قد تنتهي، أو هل هناك فعلا إرادة سياسية
داخل القيادات البوليساريو وداخل الخارجية المغربية للخروج من هذا التجميد الذي طال 43. أعتقد أن هذا موجود الآن من خلال جهود المبعوث الأممي هيرت كولر. أنا كل ما أخاف عليه هو أن تكون هناك يعني تغطية حملة إعلامية دبلوماسية لا أقل لا أكثر، وأننا سنرجع إلى نقطة الصفر، حيث أن حينما تلاحظون قراءة كل الأطراف لهذا المشكل هناك نوع من الصلابة في المواقف. المغرب يريد أن يتكلم بالحكم الذاتي، الجبهة البوليساريو ترفض مبدئيا هذا المبدأ، الجزائر تقول لا ليست لدي علاقة، يعني كل يعني هناك مواقف متناقضة. أما إذا كانت هناك إرادة فعليا سياسية للخروج من الأزمة واقتراح حل آخر، وربما سنتكلم عن الحلول لأن هناك حلول، هناك وسنأتي على مسألة الحلول، لكن نقطة هامة أيضا تطرقت إليها سيد أبي بشراي البشير من خلال مشاركة دول وصفتها بالملاحظة، ونعلم أن المغرب يصر ولا زال على مشاركة الجزائر وجلوسه إلى طاولة المفاوضات، لذلك اعتبرت أن الحديث عن صيغة جديدة وهي التي طرحها هورست كولر وهي أن تكون طاولة نقاش وفق صيغة 2+2 وأن لا تكون مفاوضات، من وجهة نظرك هل تكسر الجليد، هل تخلق ديناميكية، هل قبل أن نصل حتى إلى هذه النقطة تجعل مختلف الأطراف توافق على المشاركة في هذا الاجتماع في جنيف؟ لا، أنا أتصور بأنه يعني مسألة اشتراط يعني التفاوض مع الجزائر مسألة أسقطها مجلس الأمن الدولي في قرار 24-14 أبريل هذه السنة من خلال تحديد طرفي النزاع بشكل مباشر، ولكن دعوة الطرفين 2+2 يعني الطرفين المباشرين زائد البلدين الملاحظين هذه ليست مسألة جديدة إطلاقا، فمنذ بداية المساعي الأولية سنة 1986 بنيويورك البلدين المجاورين موريتانيا والجزائر كانا حاضران في جميع المفاوضات، وتذكرون بأنه انطلاق المفاوضات المباشرة مع وساطة جيمس بيكر الوفد الموريتاني والوفد الجزائري كان حاضر في لندن وفي لشبونة وفي هيوستن، وهذان البلدان لهما ما يقولانه، خاصة ليس فقط يعني على اعتبار بأنه ينتميان إلى المنطقة ومستقبل التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية مهم جدا وسيساهم في إطلاق العديد من الأوراش وفتح العديد من الفضاءات بالنسبة لشعوب المنطقة، ولكن هناك قضايا تقنية مشاركتهما فيها تعتبر مسألة مهمة ومحددة، ألا هو المتعلق مثلا بعودة اللاجئين إلى الإقليم أو المتعلق بتمركز القوات وكان حضورهما، وهذه بالتأكيد يعني مسألة ليست بالجديدة. دعوة هورست كولر لهما للمشاركة في طاولة المباحثات ليس طاولة المفاوضات على كل، لأن المباحثات في إطار أشمل يدخل فيها البلدان المجاوران، ولكن جوهر النزاع المتعلق بتحديد الوضع النهائي للإقليم من خلال استشارة المالك الأصلي للسيادة عليها لو هو الشعب الصحراوي، هذه يتم إقرارها من طرف جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي جيد. ودولة الاحتلال ألا وهي المملكة المغربية. جيد، ولذلك الجزائر تقول أن النزاع يجب أن يحل بين الصحراويين والمغرب دون أن تستبعد مواكبة ما وصفته بمواكبة الطرفين في هذه المباحثات. لهذا السبب طرحت سؤال المتعلق بمشاركة الجزائر وموريتانيا، ولعل ضم موريتانيا الآن قد يسهل الأمر من أجل أن تجتمع هذه الأطراف الأربعة من وجهة نظرك. نعم، أولا أريد أن أقول لصديقي بشراي أن يسحب كلمة احتلال، فإحنا نخرج من هذه المصطلحات التي ليس لها معنى، نتكلم على قضايا شعوب وقضايا تحرير. هذا التوصيف أممي ليس نعم. كلاما من عندي على الإطلاق. أنا بتعرفني موقفي من اللغط الأممي والإعلامي حول هذه الأشياء. على أي حال أدرك بالنسبة فقط ملاحظة بالنسبة للأمم المتحدة نعم. قضية محل نزاع نقطة إلى السطر. نعم، لا نتحدث لا على احتلال ولا على أي شيء من هذا القبيل، فلنقل كلمة نزاع أو خلاف، ولكن الاحتلال هو نزاع معنى آخر. هذا هو تفضل. على أي حال على أي حال سيدي إذا قرأت وحللت الخطاب السياسي لهورست كولر يتكلم على إقحام الجزائر وعلى موريتانيا ليس لأنهم أطراف نزاع، ولكن لأن المنطقة الجيوسياسية بكاملها تحتاج إلى نوع من الاستقرار والتوازن، ولا يمكن للمغرب وحده وجبهة البوليزاريو وحده بينهما أن يصل إلى هذا الهدف، فالعمق الاستراتيجي والرهانات الأمنية التي تعرفها وأعرفها والتي تحاصر هذه المنطقة ليست هي المرة الأولى على كل حال. نعم، ولكن على أي حال المغرب سيتفاوض
مع جبهة البوليزاريو في هذه المسائل، يعني ما هو المصير النهائي للصحراء. وأنا أتفق مع ذلك، ولكن مع الجزائر المغرب سيتفاوض على أشياء تهم دولتين قائمتين، يعني الحدود، الأمن، التنسيق الأمني. مثلا أن تكف الجزائر عن دعم البوليزاريو عسكريا ولوجستيكيا، متى هذه نقطة يمكن للمغرب أن يتفاوض فيها مع الجزائر ليس مع البوليزاريو. ذكر أن الجزائر تنفي هذه الاتهامات، ولكن ما علاقة هورس كولر بمشاكل ثنائية بطبيعة ثنائية ما بين الجزائر والمغرب؟ الجزائر والمغرب بلدان شقيقان جاران، لهما علاقات دبلوماسية، لهما قنوات الاتصال، يعرفون كيف يناقشون مشاكلهم. ولكن قضية هذه الوساطة تتعلق بقضية الصحراء الغربية ومستقبل التسوية فيها. اسمح لي، أنا 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 أنا, أنا لا أتكلم هذه لغة الخشب. الحقيقة على الأرض والذي أدرك هورس كولر وهو ألماني، لا يجب أن ننسى أنه ليست له في 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 تكوينته السياسية والتاريخية أي علاقة استعمار مع القارة الإفريقية. أدرك حقيقة أن هذه الجمهورية أو سميها ما شئت هي فوق التراب الجزائري. هذا هو الشيء الذي دفع به بكولر إلى إقحام الجزائر. لو كانت البوليزاريو، سامحني، لو كانت البوليزاريو في موريتانيا أو داخل الصحراء الغربية، وهذا ما أعيب عليكم، لماذا تلجؤون إلى دول أخرى؟ يجب أن تدخلون إلى المغرب. على ماذا تؤسس كلامك بأن هورس كولر دعا الجزائر على أساس ما تتصور؟ هذه ليست المرة الأولى، منذ سنة 1986 والجزائر وموريتانيا تشاركان في أي مباحثات ما بين جبهة البوليزاريو والمغرب. ولكن أستثني موريتانيا لأن أكن لها كل الاحترام والتقدير. موريتانيا بلد يعترف بالجمهورية الصحراوية ولديه علاقات معه، وموريتانيا بلد توصل إلى نتيجة في فقرة من التاريخ بأنه يجب الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي. سامحني، لكل دولة الحق في الاعتراف بجمهورية بوليساريو، فجمهورية بوليساريو ليسوا إرهابيين وليسوا أمراض عقليين. هذا أنا لا أتكلم على هذا الشيء. هناك اعتراف شيء، ولكن وأنت تعرف هذه الأشياء وأصبح العالم كله يعرف هذه الأشياء، لا نخبي الشمس بالغربال. الجزائر هي القلب النابض لحركة البوليزاريو. لا يعني يجب أن نخرج من لغة الخشب. لو لم تكن الجزائر لما كان هناك مشكل بوليزاريو. هذا ما قاله السيد سعد الدين العثماني من خلال منبر الأمم المتحدة مؤخرا. سعد الدين العثماني قال بأن الأوضاع في المغرب أفضل من فرنسا. دعا الجزائر يقول إلى تحمل مسؤولياتها، اتهمها بأنها تقف وراء الأزمة، والسيد عبد القادر مساهل في المقابل أصر على أن حل النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن إلا أن يتم إلا بممارسة شعب الصحراء الغربية لحقها غير قابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير. هذا ما قاله. سؤالي الآن لكما، جمع هذه الأطراف الأربعة على طاولة نقاش واحدة، حتى وإن بدأ الأمر باثنان ثم اثنان، هل يسهم فعلا كبادئ ذي بدء في كسر الجليد وأن تجلس كل الأطراف للحديث؟ لأنه حتى كان في لحظة ما المغرب يرفض رفضا قاطعا، نحن ننتظر رد المغرب، يرفض رفضا قاطعا الجلوس لجبهة البوليسار. ولكن بطبيعة الحال، ولكن مجلس الأمن حسم الموضوع، ونحن ننظر بإيجابية وبتطلع إلى هذه المشاورات في جنيف على اعتبار بأنها بداية، يعني تسهل أو قد تقود إلى أن المبعوث الأممي يقود جهود وساطة حقيقية ما بين طرفي النزاع لتحريك عملية سلمية. ولكن يجب أن نعترف بأنه يعني المربع الغائب في كل مساعي الحل هو عدم توفر المغرب على أدنى إرادة سياسية للتقدم ولو قيد أنملة واحدة عن الموقف الذي ما ذهب إليه ضيفي من أن المواقف متصلبة. وأطرح عليك نفس السؤال، هل يمكن لهذا اللقاء الرباعي على صيغة 2+2 فعلا ربما في بدء ذي بدء أن يمهد لبداية مفاوضات في مرحلة ما، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمم المتحدة مستعجلة لإيجاد الحل لهذا النزاع الذي طال أمده؟ أنا أرى في هذا الأربعة الدول أو أربعة المكونات لحل حالة المشكل هو شيء إيجابي جدا، لأننا على الأقل قياسا بالتجميد السابق دخلنا في مرحلة دينامية جديدة. ثم ثانيا أن هذا إذا ما اتفقت الأطراف على المشاركة وعلى قبول الدعوة على قبول الدعوة.
أما المفاوضات الحقيقية ستكون طويلة وستكون عسيرة، وكلما ابتعدت من التغطية الأممية والإعلامية ستكون ناجعة، وإذا استمرت في تحت الضغط الإعلامي والأممي ستكون فاشلة. هذه نقطة أولى. كيف نقطة يعني جميع ما البديل أمام الضغط للضغط الأممي؟ يعني كيف يمكن التقدم بالمفاوضات إذا ما يكون هناك طريق أممية وضغط أممي؟ يعني يجب على المغرب، وأقولها بكل مسؤولية، ويجب على جبهة البوليزاريو أن يخرجوا من هذا الخيال أن الأمم المتحدة هي التي ستحل المشكل. المفاوضات المباشرة مع دولة يمكن أن تكون غدا جارة، يجب أن نتفاوض معها على أشياء مهمة، وليس المرور دائما بخانة الأمم المتحدة. النقطة الثانية والتي أريد أن أركز عليها، وهو أن هناك نماذج في العالم قامت بها كبريات الديمقراطيات، وأنت تعرفها، وهي فرنسا. النموذج كاليدونيا الجديدة الذي في الشهر القادم سيصوت الكاليدونيين بتقرير المصير، كان هذا القرار قد اتخذ في مؤتمر ماتينيو سنة 1988، واتفق الأطراف على نقل صلاحيات ثم السيادة الفرنسية ثم استفتاء. لماذا نخرج، لماذا لا نستنسخ هذا النموذج ونبقى بمقاربة نازلت من الحرب الباردة؟ أنا أرحب يعني بالمقاربة التي تحدثت عنها، وأعتبر بأن مساهمة جبهة البوليزاريو إلى حد الساعة في منطقة التفاوض المباشر وتقديم الضمانات الكافية للمغرب في حالة ما يؤدي استفتاء تقرير المصير إلى استقلال الصحراء الغربية تم تلخيصها في مخطط سنة 2007 الذي قدم ضمانات أمنية، استعداد لتقاسم الثروات ما بين البلدين، تسوية وضعية هذا مرفوض من وجهة نظر المغرب وهذه هي المشكلة، لأنه ليست هناك إرادة سياسية. فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بتجربة كاليدونيا الجديدة، مخطط جيمس بيكر الثاني الذي، وهذا يحيلنا فعلا إلى أن المغرب لا يتوفر على أدنى درجة من الإرادة السياسية. مخطط بيكر الثاني يقر بأن إقليم الصحراء الغربية يدخل في إطار فترة من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لمدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، في نهايتها يتم تنظيم استفتاء تقرير المصير. لم يتكلم عن تندوف، تنظيم استفتاء تقرير المصير يصوت فيه داخل الصحراء، يصوت فيه الصحراويون داخل الصحراء، داخل الصحراء. لا تندوف، لا تندوف، تندوف يجب إقفال تندوف. أستاذي الكريم، لو كنت مواطنا صحراويا حقا تناضل داخل التراب، لا تناضل فوق أراضي جزائرية. أستاذي الكريم، أستاذي الكريم، نعم، تواجد الشعب الصحراوي أو جزء من الشعب الصحراوي في تندوف، لأنه موجود جزء أيضا كبير هام في المناطق المحررة الواقعة تحت سيادة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو. لا أعرف هذه المناطق، لا تعرفها، التفاريتي وبرلحو ونيريز والنيجك وغوينيت، بالنسبة لك خالية، ولكنك يعني ربما حسب الأقمار الاصطناعية هي خالية، ممنوعة منعا كليا لا على المغرب ولا على البوليزاريو أن تعمرها. لم تكلف نفسك عناء يعني البحث في معرفة ماذا بحث ومن يتواجد في هذه المنطقة، ولا وعلى ماشي. كل وعلى أطرع عليك سؤال واحد، سمحني في ثلاثة ثواني، لماذا لم تنقلوا القيادة والمؤسسات والشعب من تندوف إلى المناطق المحررة إذا كانت محررة؟ فلماذا أنتم لازلتم لاجئين في مخيمات الغبار والعار؟ يعني كل منطقي مع نفسك، إذا حررت منطقة اسمح لي، إذا حررت منطقة تكون أول مستفيد منها هو الصحراوي. أستاذ، لا لا لا، أتمنى أن أقول بأنه آن الأوان لأبي حنيفة أن يمد رجليه حين تستخدم مصطلح من مصطلحات صغار المخبرين المغاربة، مخيمات العار وما إلى ذلك. أستاذ، هذه ما الكلمة، أقول مخيمات العار، هذه الكلمة، أقولها في حق الشعب، الكلمة، هذه الكلمة ليست شمت، لا تستقيم مع مستواك. تواجد شعبك يستحق أكثر من هذا. تواجد الشعب الصحراوي، الجزء اللاجئ منه والذي لجأ إلى التراب الجزائري، نعم، بسبب ممارسة الغزو المغربي، حملة إبادة موثقة عليه بن عبار وبالطيران العسكري، تواجده مؤقت وهو في انتظار أن يمكن من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. سياسي ولست ناشط سياسي، تذكرت بطبيعة الحال. أنا أود فقط أعقب باختصار شديد إذا كانت لديك الرغبة. أنا أود أن أتوقف لأن الوقت يداهمنا، عن مشاركة موريتانيا
موريتانيا، خاصة على ضوء زيارة وزير الخارجية الموريتاني والذي له ثقله في الساحة الدولية للمغرب. هل يمكن لهذه الزيارة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة أن والتي جاءت في محاولة لرأب الصدع أن تغير المعادلة على الميدان من حيث دعم موريتانيا الافتراضي لموقف المغرب في هذه القضية، نعم أو لا؟ أنا أقول هذا هو الدليل القاطع على أن إذا أرادت الشعوب والدول حلت هذه المشاكل فزارنا وزير الخارجية الموريتاني وللدولة الشقيقة موريتانيا لأنها أقرب جغرافيا من الجزائر إلى المنطقة، وحضوره هو إشارة على أن موريتانيا تريد أيضا وتعرف أيضا أن الطرح المغربي من جهة والطرح البوليساريو من جهة لا يمكن تحقيقهما، فهي تبحث عن نقطة توافق معينة من جهة. من جهة أخرى أنا كما قلت لك أنا مع الحل النهائي وأقولها بكل مسؤولية، وربما سأتعرض لأخطاء وأقول هذا، أنا مع نقل جميع الصحراويين داخل المغرب أولا ثم حمايتهم من طرف الأمم المتحدة ثم الجلوس مع طاولة مفاوضات مع الجبهة تحت السيادة المؤقتة وتقرير المصير. أنا لست فوق السلطة ولكن يجب أن تتغير المعطيات. اخرجوا من تندوف وادخلوا للمغرب. بشير البشير تختم لو سمحت. أنت بشكل آخر يعني تعيد تبني مخطط بيكر الذي رفضه وأكثر منه الذي رفضه المغرب سنة 2003، ولكن المسألة الجوهرية بأن المغرب ما لم يتحرر من عقدة تصور امتلاك سيادة غير موجودة على الصحراء الغربية وعلى أساسها يقدم مقترح الحكم الذاتي والتشبث بالسيادة التي لا تعترف لها لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا يدعمه موريتانيا في ذلك. هل تعتقد أن موريتانيا ربما بعد محاولات رأب الصدع أن تدعم المغرب في طرحه؟ بطبيعة الحال موريتانيا بلد يعني يعترف بالجمهورية الصحراوية ويقيم معه علاقات تنسيق يومية، وعلاقته بالمنطقة وعلاقة موريتانيا والشعب الصحراوي بالشعب الموريتاني علاقة وطيدة على مر التاريخ، وموريتانيا في مرحلة من الزمن اتخذت خيارها الاستراتيجي السليم بتبني السياسة التي تتبنى في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، على اعتبار بأنه ليس من الممكن الوصول إلى أي حل نهائي دون إعطاء الكلمة للصحراويين، لأن الشعب الصحراوي هو من يمتلك حق قرار الوضع النهائي. ثواني أقولها لك بدون أقول أولا حينما قلت كلمة مخيمات الغبار لم أقصد أن أقذف في الشعب الصحراوي الشقيق. أنت قلت حتى العار لا. وهذا ما أقول العار على المغرب العربي كله أن يبقى هناك لاجئون في المغرب. أنا لا أقبل كمواطن ديمقراطي لا أقبل لأي عربي ومغاربي أن يعيش في المخيمات. ولكن مسؤولية المملكة المغربية في الموضوع مسؤولية كبيرة لأنها هي من سمحني من غزت ومن اجتاحت في المخيم ودفعت دعي التاريخ يكتب ما يشاء ولقد متنا ومات فينا الكبرياء. دعي التاريخ يكتب. أنا أريد فقط أن أقول لك جملة بسيطة جدا وانتبه إليها وهي مهمة. لا في هذه المنطقة المعروفة باسم الصحراء أنا شخصيا وحسب القراءات والتحليلات وقطعت المعلومات ليست هناك سيادة لا للمغرب ولا للبوليساريو، وهذه هي الأزمة المغربية. ولكن ماذا تقول الأمم المتحدة؟ لا تقول شيء. الأمم المتحدة تقول بأن المغرب لا يمتلك سيادة وبأن الشعب أنا أقررها لك ليس هناك سيادة لا للمغرب ولا للبوليساريو. ولكن موجود الشعب الصحراوي هو من يقرر من يمتلك السيادة أن يدخل إلى داره وإلى بلده ضمن الشروط التي سيتم الاتفاق عليها. أشكركم على هذه الحلقة. أشكركم على هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكما في المفاوضات والاحترام مكفول لكما ولكل مشاهدينا الكرام. كل الشكر جزيل لك دكتور يوسف شهاب أستاذ العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية جامعة باريس 13 المستشار السابق للأمم المتحدة في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا للتنمية. شكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. أهلا بك كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.